الشيخ انا طال عمرك عندي كنت قايم من النوم وقطرت عيني يعني بدون لا اتذكر اني مثلا اني صايم او اي شيء، بس ما اعرف ان هل قطر العين مضر ولا لا. لا قطرة العين يا احمد لا تفطر ابدا، لا قطرة العين ولا الاذن ما تفطر، لان اصلا لا تصل الى الحلق، وان وصلت الى الحلق تصل شيئا شيء يسير لا قيمة له، يعني لا اعتبار له.